الحبيب وكلنا لك نعشق ولطيب وصلك دائما نتشوق. حزت الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطبت كما ينطق. السلام عليكم خوتي الحباب، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. اليوم عندنا لكم فيديو جديد، غادي نمشيو نحضروا لسان الطير. أجيو تبعونا الكوزينة، نبداو على بركة الله. بالنسبة للمكونات اللي غادي نخدمو بهم، كنحتاجو 1 كيلو ديال الدقيق من النوعية الجيدة، الدقيق الممتاز. عندنا 1 الكاس صغير ديال الخل، 1 الكاس صغير ديال ماء الزهر، 1 الكاس ديال العنبة عامر بالزبدة تكون دايبة، 1 الكاس ديال العنبة تاع الماء. عندنا هنا 1/2 باكية ديال البيكينغ باودر أو الخميرة ديال الحلويات. عندنا هنا 1 القبيصة ديال الملحة، 1 معلقة كبيرة ديال القرفة، 1.5 معلقة كبيرة ديال النافع، و1.5 معلقة كبيرة ديال حبة حلاوة. دابا غادي نمروا الطريقه باش غادي نمزجوا هاد المكونات هادو. سبحانك ما اعظم شانك، ندعوك ونرجو غفرانك، ندعوك ونرجو غفرانك. يقول لما شاء كن فيكون، ويبدئ سبحانه ويعيد. يقول لما شاء كن فيكون، ويبدئ سبحانه ويعيد. يقول لما شاء كن فيكون، ويبدئ سبحانه ويعيد. كيف ما شفتوا، من بعد ما كنخلطوهم كنزيدوا الدقيق. دابا غادي نزيد الدقيق، هانتوما كنخلطوا الدقيق مع هاد المكونات بهذه الطريقه حتى كنجمعوا كلشي. كنحسبوا على واحد العجينة اللي كتكون رطبة ونرجع معكم. هنا دابا من بعد ما جمعت العجين شوية، كنزيد 1 شوية ديال الماء، فيه 1 معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، 1 شوية ديال الزعفران شعر. صافي، كنعود نجمع العجين ديالي. صافي، هنايا كندلكوا العجين ديالنا مزيان على هذا الشكل هذا حتى كتنسجم جميع العناصر وكتجمع العجينه مزيان. عاد كنقطعوها ونديروها كريسات صغار ونرجعوا معكم. ها نتوما الخوت، دابا راه درنا الكويرات على هذا الشكل هذا، 1 شويه غادي نسرحوهم بالرولو. المهم ديك الساعات عاوتاني نوريكم كيفاش غادي نديروا اليوم ان شاء الله. دابا غادي نبداو نسرحوا في الكويرات ديالنا. كيف ما كتشوفوا، كنرشو 1 شوية ديال لافارين أولا الدقيق، كنحطو الكويرة كنزيدو ليها 1 شوية ديال الدقيق، هكا كنطلقوها بالرولو بكل سهولة. هانتوما كاين اللي كيبغي يحطو وحدة فوق وحدة، راه حتى هكاك كيتسرحو بها. ممكن تستخدمو ليهم النشا بلاصة الدقيق، هكا كتجي العملية ناجحة أكثر من هكا، ولكن أنا بالنسبة ليا كنسرحهم وحدة كل وحدة بوحدها هكا كنفضو. هنا كنحط الرولو، كنكمل العمليه بيدي كيف ما كتشوفوا نتوما. بالنسبه للسمك ديال العجينه ديالكم، ممكن تخدموا بها باي طريقه بغيتوا. الا بغيتوها تجي رقيقه شفافه بزاف هكا مزيان، بغيتوها غلط من هكا مزيان، كما كيقولوا بالشلحه افي بضربي ويا داد راحه ولون، كل واحد يخدمها كيف بغى. بالنسبة لهذه دابا بارك عليها، ها هي وحدة، غادي نمشيو للثانية. ها
هانتوما هنا كنجيبوها كنحطوها في المقله بهذا الشكل هذا كنكدوها غير كتشد راسها وكنحيدوها كنقلبوها عاد نحيدوها ما تخليوهاش طيب اكثر من القياس باش ملي تبغيو ترويوها ما تشققش ليكم هانتوما كتجي غير كتشد فراسها واحد شويه تقريبا كتحسبوا ليها ما بين واحد كتحسبوا بحال هكا واحد جوج ثلاثه اربعه كتوصلوا 20 كتقلبوا هذه بحال هكا هانتوما كتحسبوا ثاني واحد 20 وتقلبوا وحده اخرى المهم ما تخليوهاش تحمر باش ما تشقق ملي تروليوها صافي هنا بركه عليها هانتوما من بعد ما توزناهم في المقله تشدوا راسهم كنروليوهم بهذه الطريقه حاولوا تجمعوهم ما امكن وكيف ما قلت لكم اللي بغى يدير الورقه رقيقه بزاف كيديرها اللي بغى يديرها شويه عامره كيديرها على حسب كل واحد كل سنتير كيف كيبغي يخدمو هانتوما كندير واحد شويه ديال الدقيق مع الماء غير واحد شويه باش يشد لينا بحال هكا هانتوما صافي كنحطوها وكنستمروا على هذا الحال تنكملوا كل شيء دابا من بعد ما روليناهم غادي نمشيو لمرحله التقطيع غادي نقطعوهم تابعوا معنا صافي كنبقاو دابا نقطعوا فيهم كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كلها دابا كندوزوا لمرحله القلي اللي كتعرفوها كاملين دابا كندوزوا لمرحله ديال العسل ومن بعد نوريكم الشكل النهائي خوتي الحباب نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا هو السنتير ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا وكيف ما كتشوفوا الكميه اللي عطانا الكميه لا باس بها وراه باقي عندنا شويه شيط حيت عامر التبصيل هذا الشيء اللي كاين انت الحبيب كيف ما كتشوفوه هو هذا كدير هذا الخير الى عجبكم الفيديو نتمنى تبارطاجيو وتوصلوا لصحابكم وحبايبكم ونتمنوا دائما الناس اللي عاد تواصلوا معنا يزيدوا يتابوناو وما ينساوش الدعم وشي تعليق زوين تبارك الله عليكم حزت الملاحة والفصاحة كلها حتى إذا خاطبت أبكم ينطق الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا